اندفاع موفقة لجياد وفراسل، أربع سنوات فأكثر في شوت هانديكاب من 90 فأكثر. هنا التنافس يجمع 12 راس بهذه الانطلاقة، اندفاع لويليام تيل، ما عليك من السياج، يتقدم أيضا للصدارة. هنا ويليام تيل في الصدارة بنصف طول مطاردا، ما عليك في المركز الثاني، ملاحقا أكفيك في المرتبة الثالثة مع محاولات قدوم أيضا ابتسام الذي يبدأ أيضا هنا إلى المركز. بكيل يأتي إلى المركز الثالث برفقة يكفيك، وكذلك هنا ما عليك وويليام تيل في صراع حسمي صدارة الشوط. مسافة الشوط الأول تقترب من الانقضاء إلى 400 متر الفاصلة. نتابع الآن ما عليك يتصدر هذه الأسماء مع أليكسيس مورينو. هنا اندفاع واستحداث يكفيك من الفيروز عبد الله للقدوم مطاردا، ما عليك في الصدارة. من يأتي هنالك انقضاض كذلك من الدسم وكذلك من هونكي دونكمان. هنا ما عليك ممسك في الصدارة، من يمتي حبيبي جولكي، تحاول المباغتة من الداخل. الصراع يشتد أكثر فأكثر هنا على خط النهاية. هنا ما عليك، هنا من الخارج يكفيك ومن الداخل حبيبي جولكي. صراع الزمن دقيقة 16 ثانية. دفعت سيداتي سادتي بهذه الصورة الأفراس في شوط الهانديكاب بالتكافؤ من 70 حتى 86. هنا 18 رأسا تمثل 15 شعارا غضبة، تبدأ الانطلاقة في الصدارة المركز الأول بمحاولة ورفقة من المركز الثاني لدرة الدرعية، درة الدرعية ثانيا وثقتي ثالثا ورابعا متركزة. وهنا الصورة بنصف طول غضبة تقود هذه الأسماء برفقة درة الدرعية. من يأتي؟ عنود المغترة تأتي مع ثقتي في المركزين الثالث والرابع متركزة، خامسا سادسا لمهرماء في المرتبة السادسة، قدوم كذلك لجهورة للقدوم 600 الآن تنقضي. هنا مشاهدينا الكرام الصدارة لدرة الدرعية تتصدر هذه الأسماء بهذه الصورة ل 400 متر الفاصلة. ثقتي 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 استحداث للقدوم. هنا درة الدرعية تسيطر، توسع الفارق، المطاردة من ثقتي ومحاولات متركزة وكذلك قدوم ومحاولات من عنود المغترة. فيما درة الدرعية بهذه الصورة ال 150 متر توسع الفارق، تبتعد في ال 100 متر الأخيرة. ثقتي من الخارج فيما ال 50 متر لسيدتها درة الدرعية. ألف ألف مبروك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بقيادة متميزة من أحمد الشرار. تنتفع بهذه الصورة الخيل العربية في الشوط الثالث، جياد وافراس في تحدي مسافة الـ 1400 متر. من يذهب للصدارة بهذه الصورة؟ محاولة التقدم لصعب الخالدية، يتقدم برفقة أيضا تواق الخالدية وكذلك قسورة الخالدية، هي الثلاثي الخالدية يتقدمهم قسورة الخالدية في الصدارة في المركز الأول مع حضور ومطاردة تهامية الخالدية أيضا للوصول لمركز الثاني في هذه الصورة. قسورة الخالدية بطول كامل في المركز الأول برفقة نايف العنزي. أليكسيس مورينو بتهامية الخالدية في المركز الثاني. المركز الثالث لصعب الخالدية وتواق الخالدية رابعا، ومحاولات قدوم خطير الخالدية المركز الخامس، ومحاولات استحداث جمران الخالدية أيضا للقدوم بهذه الصورة. سيداتي سادتي، هنا الخيل العربية في شوط مفتوح
ممدوح الدرجات جياد وافراس قسورة الخالدية يتقدم هذه الأسماء مع استحثاث تواجد الخالدية للقدوم وكذلك محاولات قدوم خطير الخالدية. هنا نتابع قسورة الخالدية يوسع الفارق يبتعد مع صعب الخالدية ومحاولة مطاردة خطير الخالدية برفقة تواق الخالدية فيما قسورة الخالدية في الصدارة ما شاء الله تبارك الله بهذه الانطلاقة يوسع الفارق في الخمسين متر الأخيرة بهذه الصورة يذهب بلا انتصار جديد ما شاء الله تبارك الله يقدم نفسه بشكل رائع وجميل بالليث الخالدية. ألف ألف مبروك لإسطبلات الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز. تسعة جياد مهورتين في مواجهة سبعة من المهور تندفع تسعة أسماء من بوابات علامات الألفين متر بمشاركة الأهم هاوس أوف إفز مطنوخ دامس سهم طويق منوخ زين الزين الزحل وديزر تجويل. هنا الانطلاقة نشاهدها تنطلق إلى المركز الأول من يبدأ السباق الأهم الأعلى تصنيف في هذا الشوط فيما المتابعة تأتي من زين الزين ابنة علم مع عبد الله الفيروز وفي المنتصف نشاهد منوخ ابن محماس بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح مع محمد الدهام إلى ثالث المراكز فيما المحاولات في المركز الرابع من هاوس أوف إفز ابن أنكل مو بشعار عبد الله الضبية مع عبد العزيز الفريدي. هنا السباق بدأ بتصدر الأهم ابن بلارادو بشعار محمد المطيري مع أصيل السرحاني إلى المركز الأول فيما المتابعة تأتي من زين الزين ابنة علم بشعر ابن الملك عبد الله بن عبد العزيز يقود عبد الله الفيروز في هذه اللحظات. هنا التقدم في هذه اللحظات في رابع المراتب نشاهد لمطنوخ ابن سيدا ستارز بشعار فهد فيصل آل سدران يقوده فهد الفريدي في هذه اللحظات من الخارج يبدأ في التقدم في هذه الأثناء ولا زالت خطوة بخطوة ما بين الأهم وزين الزين. الأهم هنا الأعلى تصنيف بريد 85 ابن بلارادو المنطلق من البوابة الثانية فيما هنا بدأت الخيل بالتحرك دامس ابن تولينغسون بشعار الأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز مع الإكسوس مرينيو يتقدم من الخارج يبدأ بتخطي المنافسين. وهنا زين الزين تدفع بكل قوة تستلم الصدارة في هذه الأثناء مع دخول المهور للخط المستقيم الأربعمائة متر الأخيرة الأهم يدفع وكذلك هاوس أوف إفز وتحرك لديزر تجويل من الخارج تنطلق بكل قوة منافسة قوية في هذا الشوط بين مهور الثلاث سنوات ديزرت جويل تنقض من الخارج مع هاوس أوف إفز منافسة ثنائية بين المهور والمهرة ديزرت جويل وهاوس أوف إفز خطوة بخطوة على خط النهاية. شوط ممتع وقوي لمهور الثلاث سنوات ديزرت جويل. منافسة أفراس التكافؤ من تصنيف 80 وحتى 96 خمسة أفراس تتنافس خمسة مهرات جمانة الريم الرميصاء دايركت سيكوريتي بريتي فلاغ وانتماء. هنا الصدارة مع دايركت سيكوريتي فيما تمر الأفراس من أمام المنصة الرئيسية الرميصاء تأتي إلى ثاني المراكز والأعلى تصنيف جمانة الريم بريت 96 إلى ثالث المراكز بينما المركز الرابع لبريتي فلاغ ابنة يو إس نيفي فلاغ فيما خامس المراكز لانتماء ابنة النجم الثاقب. هنا الصدارة مع دائرة سيكوريتي ابنة سيونيشن بشعار ناصي معزي بن عميرة مع محمد الحب مع محمد الحبيل فيما ثاني المراكز للرميصاء ابنة يونيفايد
بشعار شركة مربط عذبة بقيادة إليكسس مورينيو في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تواجد لشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح عبر الفرس الأيرلندية بريتي فلاج ابنة يو إزنيف فلاج، يقودها محمد الدهام، هي الآن في رابع المراكز من الخارج تحاول التحرك في هذه الأثناء، وجمانة الريم بجوارها ابنة كيلمنت بشعار اسطبل زينث مع عادل الفريدي. هنا نشاهد خطوة بخطوة الأفراس تدفع بقوة، بريتي فلاج يدفع محمد الدهام لتحقيق في محاولة لتسجيل الانتصار الثالث لها في سجلها السباقي، بينما نشاهد أيضا الرميصاء صاحبة الأربعة انتصارات تقود السباق الآن، دائرة سكيورتي تتراجع، بينما نشاهد دخول الأفراس للأربعمائة متر الأخيرة، اشتدت المنافسة بين أفراس الأربع سنوات. هنا الرميصاء تتقدم بكل قوة، جمانة الريم تعاود الاندفاع بكل قوة من الخارج، منافسة ثنائية في هذه اللحظات، جمانة الريم والرميصاء، جمانة الريم صاحبة الأربعة انتصارات، الأفراس الأكثر انتصارات في هذا الشوط، جمانة الريم والرميصاء، جمانة الريم والرميصاء الأعلى تصنيف من الخارج، تظفر بشوط الأفراس، شوط التكافؤ من تصنيف 80 وحتى 96. منافسة ممتعة. فتحت البوابات لسادس أشواط الحفل 21، منافسة الخيل العربية الأصيلة التي ربحت من سباق وحتى سباقين بمشاركة بطاش الخالدية، حيدر مذخور، سير عامر، تنديل الجسرة، إمبلاند، لواء عذبة، مرباع الخالدية، سعب عذبة، وسميدة عذبة، أسترال دي سول، والفرس الوحيدة في هذا الشوط وديعة الخالدية. تمر الأصايل من أمام المنصة الرئيسية، ابن عامر يبدأ السباق إلى المركز الأول، سير عامر بشعار الشيخ عبد الله حمود مالك الصباح مع محمد الدهام، فيما الفرس الوحيدة في هذا الشوط وديعة الخالدية ابنة ليث الخالدية بشعار خالد السيد مع عبدالله الحسين في ثاني المراكز، بينما نشاهد المركز الثالث للأعلى تصنيف مرباع الخالدية ابن حاتم الخالدية بشعار اسطبلات الخالدية، يقود نايف العنيزي، بينما نشاهد رابع المراكز لأسترال دي سول ابن هلال الزمان بشعار سالم باني العجمي مع محمد الحبيل، بينما نشاهد محاولات التحرك أيضا في هذه الأثناء من قبل بطاش الخالدية الذي يحاول في خامس المراكز خلف المتصدرين بشكل مباشر، عذبة تتواجد أيضا في هذه اللحظات تحاول التقدم عبر ما يبدو لواء عذبة الذي يحاول من الخارج، ابن جرنال الخالدية مع كاملي وسبينا، سير عامر لا زال هو المتصدر، وديعة الخالدية تبدأ في التقدم الآن، فيما نايف يدفع بمرباع الخالدية بكل قوة للحاق بالمتصدرين، تحرك أيضا قوي في هذه اللحظات، نشاهد للواء عذبة من الخارج يدفع مع بطاش الخالدية، وديعة الخالدية الفرس الوحيدة في هذا الشوط تتصدر إلى المركز الأول، تحاول الهروب والابتعاد، عبد الله الحصين يطلب منها الهروب أكثر وأكثر، وابن عامر يدفع بكل قوة في ثاني المراكز، المنعطف الأخير، الخيل العربية الأصيلة التي ربحت من سباق وحتى سباقين، الفرس الوحيدة في هذا الشوط توسع الفارق وتبتعد، وابن عامر يطارد بكل قوة، وديعة الخالدية ابنة ليث الخالدية والأم صفوة الخالدية لخالد سعيد عبد الله السيد في ثامن حضور لها في السباقات في طريقها لتسجيل الفوز الثالث، يبدو ذلك، نعم وديعة الخالدية تسجل الفوز الثالث في سجلها السباقي وتظفر بسادس أشواط الحفل 21. ما شاء الله تبارك الله. إذن اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي،
يعني تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لسابع أشواط هذه الأمسية. الإنتاج مفتوح الدرجات والتي تتنافس على مسافة 1600 متر، مسافة الإيت فرلونج مسافة الميل 95,000 ريال. تنتظر هذه الأسماء انتفاع رباعية في هذا الشوط، يتقدمهم من الشاكرين من المسار الداخلي من المسار الأوسط أبو لاح، وكذلك الظهور لعريمان ومفروض يتمركز في المرتبة الثانية. الآن اندفاع رباعية وبفارق 3 أطوال عن كوردانو الذي يتمركز في المرتبة الخامسة، مبهم في السادسة، وأنتيجين وكذلك القويماني وذو الأطلال في السابعة والثامنة تباعا 200 متر ب 11 ثانية و 11 جزءا من الثانية. هنا يتقدم في المرتبة الأولى مفروض في أولى المراتب والمطاردة من الشاكرين من المسار الداخلي. عريمان يتمركز ثالثا وأبو لح قادم، وكذلك الظهور لكاردانو أيضا في مرتبة متقدمة. مشاهدينا متابعين الكرام، مع المنعطف ما قبل الأخير ال 500 متر الأخيرة 12 ثانية و 56 جزءا من الثانية يتقدمه مفروض ابن النجم الثاقب في هذا الشوط. كاردانو قادم مع أليكسيس مورينيو، أوبن جود ماجيك تو فرق الأخيرة. كاردانو قادم من المسار الخارجي الآن قام بالتبديل، بدأ أوبن جود ماجيك بشعر سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، إريك وماني بالدخول وكذلك ذو الأطلال. كاردانو يحافظ قادم، وسع الفارق بتصنيف 88، ذو الأطلال ليحافظ، ولكن كاردانو يأتي بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد، تدريبات المدرب عبد الله بن مشرف وقيادة الخيال أليكسيس مورينيو. أوبن كود ماجيك دفاع موفقة سيداتي أنيساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون كؤوس صاحب السمو الملكي الأمير مسعود بن سلمان للأمهار للأفراس في هذه اللحظات. مشاهدين متابعين الكرام، على مسافة 1400 متر 300,000 ريال تنتظر الفائزين في هذا الشوط، تتقدمهم ابن الديزرت بارتي كوافل بشعار فواز المشرافي في المطاردة من دكتورة سلوى في ثاني المراتب. أم سمية تتمركز في المرتبة الثالثة، تصالح تتمركز في المرتبة الرابعة، كذلك الحضور لموعدي في مرتبة متقدمة. هنا تبدأ كوافل في المرتبة الأولى، ابن الدستن دكتورة سلوى في ثاني المراتب، سمية في المرتبة الثالثة، جواهر الخفيش تتمركز في المرتبة الرابعة، شجرة الحوية قادمة في سادس المراتب، موعدي في مرتبة متقدمة، وكذلك غالية صالحة تظهر من بين الأسماء. تبدأ كوافل دكتورة سلوى بالمطاردة، أم سمية تنتظر في المرتبة الثالثة. مشاهدين متابعين الكرام، كؤوس أبو سلمان تنتظر أمهار الإنتاج، أفراس المستقبل وأمهات المستقبل، مهرات الحاضر تتقدمهم دكتورة سلوى، أم سمية من المسار الخارجي، دكتورة سلوى تحافظ، ابنة تستن قادمة من المسار الداخلي، شجرة الحوية، جواهر الخويج، أم سمية، لكن الدكتورة تحافظ، قدمت لهم أفضل استشارة وأفضل توصية، لا تذهبوا بعيدا، دكتورة سلوى تقدم أفضل استشارة وتخطف كأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للأفراس. دفاع موفق سيداتي أنيساتي سادتي، من تشاهدون وتتابعون كؤوس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، هذا الكأس المخصص للحصن
300,000 ريال قيمة الجائزة على مسافة 1400 متر مسافة السفن فورلونج. انطلاقة سريعة يتقدمهم قائد الشرق في المطاردة من خالد، وهنالك هواد من المسار الخارجي، وفورتي يتمركز في المرتبة الثالثة، بارعهم يتمركز في خامس المراتب، وضلع الحجاز في المرتبة السادسة، وبعدي والله في المرتبة السابعة. هنا يبدأ فورتي في أولى المراتب في المطاردة من خالد، وكذلك هواد الثابت في رابع المراتب. القدوم كذلك من قبل بارعهم في المرتبة الرابعة، بعدي والله قادم في المرتبة الخامسة، وكذلك ضلع الحجاز ويا منصور في مرتبة متقدمة، وعنيزاوي فورتي يبدأ بالبانديني في أولى المراتب الآن، يتقدم في المرتبة الأولى بفارق 3 أطوال، بارعهم قادم في ثاني المراتب. المنعطف الأخير أكتو فورلينج، الفاصلة أظهر وبان على كأس أبو سلمان، قادم فورتي يوزع الفارق في الحضور الأول، الثاني لا يتقدم لفدي في سجله انتصار، ويأتي في هذه اللحظات يطير يوسع الفارق. أيام انتصار أيام حضور، فورتي على خط النهاية بانتصار صريح، انتصار مميز، ومنذ البداية وحتى النهاية